تقدم في البطولة هذه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله طبعا هو كان فوز معنوي، ونحن كل اللاعبين دخلوا البطولة الحمد لله، عملنا ماتش او مباراة كويسة، طمنا على كل اللعيبة. كان عندنا لعيبة مصابة شوية، الحمد لله بدأوا النهاردة يدخلوا المباراة. ان شاء الله نتمنى ان احنا نقدم اداء كويس قدام بوركينا فاسو، وبعد كده في مباراة انجولا اقوى من الثلاث فرق اللي فاتوا، وبعد كده المباراة الاخيرة قصاد منتخب الجزائر اللي ليه اسم كبير ولعيبة كبيرة، وان شاء الله نعمل اول المجموعة ان شاء الله. اكيد شفنا حتى المدرب غير برشا ملاعبية في مباراة، ماذا يحاول يجرب الملاعبية الكل؟ يعني على اساس ان كله يخش جو البطولة، احنا الناس تاخد ثقة في نفسها، ويعني يمكن هي طبعا اجواء البطولة صعبة شوية، يعني احنا يعني طبعا الواحد مش عاوز يخوض فيها، بس هي طبعا يعني انا اعتقد كل الفرق بتلاقي يعني معاملة مش كويسة لغاية دلوقتي في البطولة ديت او في بطولة المغرب. اتمنى ان احنا في 10 ايام او 8 9 ايام الجايين يعني الناس تبص، يعني تحترم الفرق اللي موجوده، منتخبات كبيره، اسامي ناس كويسه، يعني اتمنى ان هي تبقى على قد حدث زي بطوله الامم الافريقيه. يعني حماده، يظل المنتخب المصري ما عندوش مشكله في حراسه المرمى، حماده النقيب شفنا كذلك الحارس هادي يظل امكانيات كبيره. يعني الحمد لله حراسه المرمى في مصر الحمد لله، يعني احنا عندنا هادي وفي كريم معانا في الليسته برضو موجود معانا من الحراس الكويسين جدا، انا او هادي او كريم او حتى اللي موجودين في مصر، يعني اعتقد ان هم قادرين ان هم يعملوا فرق مع فريق المصري يعني ان شاء الله. شكرا لك حماده. نبقاو مع الاستجوابات المباشره، معنا مدير المنتخب المصري السيد محمود حسين. سيد محمود، انتصار اليوم المنتخب المصري، فارق كبير 19 نقطة ضد المنتخب المصري، قاعد يتقدم رويدا رويدا في البطولة هذه. أهلا بكم بقناة نسمة. الحمد لله يعني المباراة النهاردة كانت طيبة وكانت تجهيز كويس إن شاء الله للمباريات القوية اللي جاية، وربنا يوفقنا إن شاء الله. عندنا مباراتين وإن شاء الله مباراة كده نمشي بمستوى الفريق يزيد إن شاء الله يا رامز. شكرا لك، شكرا لك، شكرا لك. نرجع للبلاتو. شكرا لك رمزي الرقيق.